قول لي هاني بيه خميس بيه. اتفضل موجود. يا عم احنا ايه اللي جابنا هنا؟ يا بني ادم لازم تلبس وتتهيئ عشان تقابل راجل حماك. دول ناس اكابر هتروح لهم انا؟ قالت انت كمان هو راجل بيلبسه؟ احسن تسكت اسكت اسكت خلينا نتصرف. خميس؟ اهلا بهاني. اهلا يا خميس. طبعا الدكتور كمال صاحبي عارف. اهلا اهلا وسهلا. احنا عايزين بدله وجزمه وشراب واخر انتاك الكمال عشان في موضوع عائلي كده. يحصل لك سيفك. قوي قوي يا خميس. اتفضل. 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 اتفضل معايا. اتفضل. لاقي اللي انت عاوزه. ايه رايك في البدله دي؟ زي بعض. زي بعض بقى كويس؟ ايوه بس يمكن تطلع عليك قصيره شويه. لا ما انا يعني حددل نفسي فيها حتى الواحد يبقى شكله طعم وهو ماشي مدعب كده. يلا يا جدع اسحب له جزمه. قوي قوي قوي. 41. مش فيلا حلاوه بيل عن تابلي؟ ايوه. نقول له مين؟ لا هو الحقيقه ما يعرفنيش. قول له كمال. حاضر اتفضل. هقول للمعلم. معلم مين؟ بقول لك عايز ساعات البيت. اهلا وسهلا. حضرتك عايزنا؟ لا مستناش. انا عايز حلاوه بيل عن تابلي. اهو احنا ابن حلاوه بيل عن تابلي. مش هنا نمرة 6؟ سيادتك حلاوة بيل عن تابلي؟ قلت لك احلف لك بالطلاق. طلاق؟ لا يا فندم صادق صادق. لا مؤاخذة حضرتك عندك بنت اسمها نورة. انت تعرف نورة؟ لا. ايوه ايوه يا فندم انا زميلها في كلية الزراعة. كلية الزراعة؟ في كلية زراعة ايه بس؟ كلية ال ايه؟ كلية ال كلية الطب يا فندم. احنا في كلية الطب مع بعض. هي كلية الطب. اهلا وسهلا. خير؟ خير اللهم اجعله خير. هو في الحقيقة أنا يشرفني يا عمي إني أتأنس وأطلب إيد بنت ساعتك. عايز تتجوز نورة؟ لا انا عايز اخطبها بس يا فندم وبعدين يبقى الجواز ضمن بعد كده في المستقبل. انت قلت لي بتشتغل ايه؟ في كليه الطب. عميد مدير استاذ؟ لا يا عمي اقل شويه. انا زي ما تقول كده زميلها. تلميذ يعني؟ تقريبا. واهلك ما جوش معاك يخطبوها ليه؟ لازم والدك مشغول جدا. صاحب املاك؟ نعم. يعني عندك أراضي مصانع عمارات؟ لا يا عم احنا بتوع القانون 83. أنا والدي موظف. موظف؟ بيشتغل ايه؟ محضر. انت سمعت على حلاوة العنتابلي؟ حلاوة العنتابلي مين يا فندم؟ احنا. لا ما باخدش بالي. لا مؤاخذة أصلي ما بقعدش على قهوة يعني. طب اخويا احب اعرفك بقى بحلاوه بيه العنتابلي. احنا ولا فخر مليونجي عم جزرين ملك اللحمه. عارف هي ايه اللحمه؟ اعرفها طشاش الحقيقه يعني. اخر مره كان يوم 4 يوم 6 مش فاكر بالظبط. بطل استعباط يا علي. الله جرى ايه يا عمي؟ حضرتك طماع وهونطاجي وجاي تحرجم على القرشينات. لا روح والدك. لا ده يا عم انت مش واخد بالك. ده انا بينتظرني مستقبل باهر. باهر بكام؟ انت عارف اقل صبي عندي بياخد كام في الجمعه؟ 45 جنيه يعني 180 جنيه في الشهر. ده غير اللحمه. بس يعني امشي اطلع بره. مش كده يا معلم. بره. بره فين يا معلم؟ بره.
مد ايدك هتجيب لي، ومش عايز اشوف خلقتك هنا نهائي ولا انا عنتاب. يلا ده دكه البحر يا بابا. كلها كام سنه ويبقى دكتور وليه مركزه؟ الكلام ده كان زمان وجبر، دلوقتي قرشك هو مركزك. الظاهر الواد ده جاي وحاطط عينه على القرشينات، عايز يلهفهم. قرشينات ايه بس يا بابا؟ ده شاب كويس جدا. يعني اتكلمتوا مع بعض ومتفقين يا بابا؟ ما هو ومش بعيد تكونوا بتحبوا بعض ويكون وكلك اسطوانتين عشان يلبش افكارك. يا بابا اسمع. اسمعي، انا دخلت كليه الطب عشان يقولوا حاجه واحده بس، بنتك الدكتوره راحت، بنتك الدكتوره جت، انما الظاهر انا كنت غلطان. يا بابا ما حصلش حاجه لكل ده. حصل ولا ما حصلش، خلاص فينيتو. من بكره مش هتروح الكليه، وانس الدكتورة دي نهائي. علي النعمة الدنيا اتقلبت بقى، الراجل الجزار مش عاجبه الدكتور. هو يعني هيعمل ايه بالدكتور؟ هو عايز تاجر مواشي جزار لحمة جملي؟ بلك يا خميس. بلك النهاردة الناس ما بقتش تحترم غير القرش. القرش نبى يا جماعة، مش عايزين نتكلم في الموضوع ده. ورحمة امي هو الخسران. عارف انت لو امي عايشة كنت اجوزها لك وهي الكسبانة. طب بس بقى لا اديك مفك في خلقتك. حلوه حلوه حلوه، طالعة من بقك زي الشهد. الله، الدكتور بقى يتكلم بلغوتنا يا جدعان، بدل ما يقول مشرط ما يقول مفك. والنبي هتوصل، والنبي لا توصل. روق الاناني امال يا دكتور، روق وتوصف ايتها حاجه. والنبي انت حلو. ادخل يا فالح، ما ناخدش من وراه غير قله الراحه. كل سنة وانت طيب، قصدي بعود الأيام. بعود الأيام سنة عندك. حضرتك شارب؟ شارب ازاي؟ أنا كويس أهو، ده بس بيتهيألك يا عبده. بيتهيألي وبتستعماني كمان يا كلب. ايه ده يا عبده؟ يا عالم ايه الغلط ده طيب؟ ياهو يا كلب، تعالوا شوفوا يا فندم جاي سكران. ايه لا يا عبده ما صاحش، الدنيا نهار، الدنيا ليل والناس بتاكل، الناس نايمه. وكمان ما انتش قادر تصمد طولك يا خبر. يا عالم يا هو يا خالي، تعالوا شوفوا النكبه اللي انا فيها. التلميذ اللي انا بنزف عليه ده لما قلبي جاي سكران سكران. يا بابا ما صاحش، نخش شقتنا ونتعتب جوه. انت قمت تعتب العتبه دي تاني؟ وصباح لا يمكن ينهار، ده لا يمكن ياكل لقمتي. يا عم يعني ايه لقمة القاضي يا خي؟ كده طب امشي، اخرج من بيتي يا كلب بره. معلش يا كمان، الظاهر انه متضايق واعصابه تعبانه شويه. تعالى معايا عبد الصمد يا فندم. اجي فين؟ عاوز باص العيال ترنهم بايظين. اتفضل يا ابني تعالى. بات عندي. انا همشي، انا همشي خالص، انا ماشي. يا صباح الخير يا اللي معانا. يلا وكمان خد امسك. عجبكم اللي عملتوه فيها امبارح؟ قال خمسه فرفاشه قلبت ب 15 غم. وانت ايه اللي نزلك؟ ما بتش هنا ليه؟ يلا بقى. بقول لك ايه يا خميس؟ اخبار الصوره معاك ايه؟ وبعدين؟ الله زعلان ليه؟ انت هتنسى الصوره؟ مش ابوك بيشتغل صوراماتي؟ وانت اسم الله عليك، ابوك الكونت ديمونت دي محضر. يا سيدي انا قصدي عامل ايه معاه؟ لا بشوفك بتحتك بيه ولا هو بيحتك بيه، اشمعنى انا يعني؟ شوف، طول ما انا ما بطلبش منه فلوس فاحنا اصحاب. قاعد انا في الاوضه اللي على السطوح ديت وبالتلات جمعه ما بشوفوش. بيقول لك ابني مجدع تلميذه بيكسب وفالح، تلاقي اللي بيخبط ابوك. ابويا؟ اه. تلاقيه بحث واستقصى وعارف انك فين وجاي يصلحك. طب اسمع، انا هقتل عليه عشان ما اعملهاش تاني. ايوه ايوه يا عم صمت. اهلا يا عم صمت. السلام عليكم. ايه مالك؟ انا سبت الاوضه بتاعتي وجاي الدلع عندك يا خميس. تدلع عندي؟ ليه يا اخويا؟ ده موضوع كبير قوي، خلاصته انهم في البلد عايزين يقتلون. قال ايه؟ عمي زبطوه مع مرات عويس، فجماعه عويس قتلت عم، وقال ايه؟ عايزه تقتل ثلاثه كمان، اني اولهم؟ طب عمي وفلات
ادي ذنبي ايه يعني؟ لا على المهم انت جرش معانا هنا، هتفتحها ملجأ خميس. سلام عليكم. خد ايه؟ ايه ده؟ هتروح الكليه كحيتي؟ افرض عزت سندوتش كوبايه شاي. هتصرف عليا يا خميس؟ هو انا لسه بصرف؟ ما انا بقى لي 4 ايام باكلك وبشربك اهو. انت هتجرسني؟ خد مش عايز. خد يا جدع خد، خليني اروح الكليه، اطلع لي برشام من هنا ولا من هنا، اتكل على الله. مع السلامه. وانت ولع واصطبح. سي كمان، سي كمان. انا فاطمه الداده اللي في ست نوره، وبحتاني عاوزاك ضروري. عايزاني فين؟ في البيت. ايه؟ والنبي لا تيجي لحسن تجرى لها حاجه. طب وابوها؟ احنا عاملين حسابنا على كده. كمان كمان وحشتني قوي يا كمان. وانت كمان، بس ما تعرطيش. كل حاجة وليها حل إن شاء الله. يا رب يا كمال يا رب. فاطمة! يا فاطمة! يا خبر اسود ونايل. بابا! مين؟ بابا! بابا! مدك الدحمة؟ أروح فين؟ طيب. بس هو يوم منايل من أوله، يوم منايل من أوله. فاطمة! يا لهوي! إدانا بسرعة! يا فاطمة! ايه؟ بنادي عليكي ما بترديش ليه؟ جرالك ايه؟ انت؟ لا مش انا. انت بتعمل ايه هنا؟ اصل امان ده ياخد اروانه، كنت نسيت الاروانه في الاراضي. انت يا كلب! بلاش يعني، انا عهدي بيه تاكل المعروض. انا هقتلك، انا هذبحك. اجي فين؟ تعالى هنا. وبعدين وكهبه ولا ايه؟ رايح فين؟ يا فاطمه! تربيش الباب كويس. بابا سيبه يا بابا. اسيبه ازاي؟ دورك انت بعدين لما اخلص منه. تخلص من مين؟ هي سايبه. اوعى بس حولك على حاجه. تعالى هنا اهو. شوف ما تلفليش ودور. عتبلي عتبلي. انا هفرجك. انت بتشمر ليه؟ انت هتودي نفسك في داهيه عشان واد رقيع زي ده؟ انا رقيع. تعتدي على حرمة بيتي يا سافل. تعالى هنا. سيبك يا بابا. سيبه سيبه. لازم اخلص عليه، لازم اموته. يا نهار احوس، يعني كنت هتضيع عوامتك. خد البس. انت بتضحك؟ امال عايز نلطم. المهم هنعمل ايه دلوقتي في الواد الدندان اللي ما جاش لحد دلوقتي؟ اي والله ايوه، ده احنا جعانين. ما تيجوا ندور عليه. هندور عليه في ايه؟ هل ابن خبط على البيوت وما حدش اتثبت؟ يا جدع بقول لك جعان جعان اهو. ما لقيناهوش نروح الواد هاني نرمي جتتنا عليه يمنجهنا والسلام. يلا كل واحد وطص وشه بشويه ميه. الرقاصة بتغمز لي بعينيها يا جدعان. يا حلو انت يا حلو. خف يابا خف، الرقاصة دي بتاعت هاني، ده هو اللي عازمنا. اه مساء الخير يا كابتن هاني. مساء الفل. مساء الخير. نجوم العشاء يا سي هاني، يا منقذنا. انا اصلي متريش اليومين اللي فيهم بابا وماما متصالحين بيبقوا ألعن أيام، بيدوني فلوس بالقطار. إنما اليومين اللي فيها ماما وبابا متخاصمين باخد فلوس بالكور. عن إذنكم. إذنك معاك يا دكتور. مالكش حق أبدا يا معلم. اللي كان عايز يتقدم بصحيح. الواد ده اللي اسمه كمال. حد يعمل في دماغ كده؟ عندك حق يا واد الشردة. كان هيضيع حالي في شربة مية الواد الاستغلالي ده. البنت مهما كان صغيرة برضه، لكن أنا هعرف أربيه وأربي أهله.
صباح الخير يا ولاد. صباح الخير. النهارده هنتكلم عن الهرنيا بانواعها المختلفه. تقدر تقول لي يا كمال ايه هي التايبس اوف هرنيا؟ التايبس اوف هرنيا بتبقى عدم المؤاخذه يا دكتور. تعال هنا الف. ايه اللي بيحصل ده؟ انت مين؟ وازاي دخلت هنا؟ ما تحبكهاش يا دكتور. هاتوا انا شردة. انا يا معلمي. اوعى الف. اوعى الف وهوب. لا يا اخويا. يا اخويا كلم المعلم. هو على ايدك. ايه يا معلم؟ انا ايه يا ولد يا ولد؟ ايه الفوضى دي؟ فضل اطلع بره. اطلع بره منين؟ ونبهتكوا هنا. انا في مركز الحكومه. حكومه ايه يا استاذ؟ استاذ مين؟ شايفني لابس لك بدله؟ ثم الجامعه بتاعتك دي؟ انا اقدر افتح زيها بفلوس.